حبيت شوفك مشان نحكي بخصوص هلا. يعني في شيء جديد؟ لا، بس بصراحة عامر أنا صرت مقتنع 100% بأنه هذا اللي اسمه هاني لازم يتحاسب. يعني إذا حضرتك صرت مقتنع وهي هو ما تصرف مع خطيبتك إلا أنه ضحك عليها بشوية حكي، أنا شو أعمل بحالي؟ شو لازم ساوي؟ بس هيك؟ بقصد يعني أنه بس مشان هذا السبب أنت طلبت تشوفه؟ لا، الكم يوم اللي مضوا كنت عم أفكر فيه، عم فكر بالموقف اللي تعرضت له بأنه هاني سرق خطيبتك منك.